بسم الله الرحمن الرحيم. هل تحاول تغير في صفات حبيبك أو طباع شريكك في الحياة؟ هل أنت تحاول تعمل الموضوع ده ولا لا؟ لو لقيت إن شريكك في الحياة أو حبيبك أو زوجك أو زوجتك أو خطيبك أو خطيبتك أو أي حد أنت معاه، أو حتى صاحبك ولا أخوك ولا أمك ولا أبوك ولا أي حد، أي اختراع في الدنيا، هل لو أنت لقيته في صفات مختلفة عنك أو في حتى صفات غلط، هل تحاول تغير منه ولا تفقد الأمل ولا تطنش ولا تعمل نفسك عبيط ولا تعاند ولا تسخر منه ولا تعمل ايه بالظبط؟ ايه السلوك المظبوط؟ السلوك المظبوط انك تعمل نفسك عبيط، اعمل نفسك ميت بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح. لا تحاول التغيير من اي حد بالعافية ولا بالقوة ولا بالعناد ولا انك تتعب نفسك معاه. انت بس ممكن تعلق كده تعليق بسيط لو انت بتعرف تعلق يعني، وممكن تدوله كده كلمتين على جنب وكلمتين في العرض وتسيبه، تسيبه بقى لنفسه، تسيبه للزمن، تسيبه للايام، تسيبه لعقله، تسيبه للتجارب. المهم ان انت تسيبه خلاص. انت خلاص اعطيت النصيحة اللي عندك، والشخص اللي قدامك ده مش عايز يسمعها او سمعها باستهزاء او قاعد يجادلك كتير قوي زيادة عن اللزوم، وكل يوم هنخش معاه في جدال وفي سجال وفي نقاش. باختصار انت بتروح السوق هتشتري قطة ولا تشتري كلب ولا تشتري اي حاجة، لو لقيت ان الشيء ده لا يناسبك، ايه اللي يخليك تدخله في حياتك؟ ايه اللي يخليك كل يوم تتصل بفلان ولا فلانة وتقعد تتكلم معاه، وهو بيفكر باسلوب وانت بتفكر باسلوب، وهو عنده قناعات وانت عندك قناعات، وهو له طبيعه وانت ليك طبيعه، هو عنده 6 كواكب في ابراج ترابيه وانت عندك 6 كواكب في ابراج هوائيه، والهواء عدو التراب. ايه اللي يخليك يا انسان يا هوائي تجادل انسان ترابي؟ ايه اللي يخليك يا انسان يا ناري اللي عندك 5 كواكب نارية تروح تجادل واحد عنده 5 كواكب مائية؟ انت مش عارف ان في عداوة ما بين الطبايع؟ انت مش عارف ان المية بتطفي النار وان النار يخلي المية تغلي وتتبخر وتطير في الهواء؟ انت مش عارف الكلام ده يعني ولا لا؟ خلاص، يبقى اذا انت بتتعب نفسك على الفاضي. اللي بيحاول يغير من النار وكأنه بيجيب مية وبيكبها على النار، واللي بيحاول يغير في المية وكأنه بيجيب نار وبيسخن المية وبيحولها لبخار، مش نافع تعدل في المية، مش هتعرف تعدل في المية، مش يعني ده مش دورك في الحياة. يعني زي ما الايه المقطع المنتشر بتاع احمد شوبير، مش شغلانتك انت خالص، مش شغلانتك انت ولا شغلانت الست والدتك خالص، كده نفس النظام. فانا انصحكم يا اخواتي في الاسلام ويا اخواتي في الايمان، تحافظوا على الطاقة اللي عندكم، ولو حبيبك بياكل شوربة خفافيش تروح السوق تشتري له ليمونة وتخليه يعصرها على شوربة الخفافيش، وبالهنا والشفا، ملكش دعوة بيه، هو حر يعمل اللي هو عايزه مع نفسك، وتطلقوا بالتلاتة بالتلاتة. لو مش عارف تطلقوا قول انا وانا اجي اطلقكم من بعض وبس، وتعيش حياتك مرتاح، وتعيش حياتك مزقط ومظبط دماغك. حبيبك بقى عايز يسجد للاصنام، ملكش دعوة بيه، خليه يسجد للاصنام، انتش دخلك. انت حاولت تنصحه ما نفعش، نصحته مرة والتانية والتالتة وما نفعش، هتعمل ايه؟ بالعافيه هتربطه من رقبته بالسلسله وتدخله في الجامع وتخليه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ مش هينفع. والله يا حبيبك ولا حبيبتك ما تفهمش، غير التوجه الجنسي واصبح مثلي، خلاص هو مثلي، قطي كلبي، براحته، هو حر مع نفسه، خلاص هتعمل ايه؟ يعني انت مش بيدك حاجه. فانت تعلم الاستسلام او الطناش او التسليك او التخطي او التلافي او التقبل او عدم الممانعة او عدم العناد. في كده حاجات لازم تتقبلها ولازم ايه تعرف تتعامل معاها بالاسلوب ده. لقيت ان في واحد دايما وجهة نظره في اتجاه فلاني، ودايما هو بيحب الشيء الفلاني، انت ليه بتتعب نفسك انه يحاول يغير حبه للشيء؟ ليه انت بتجتهد ان هو يغير وجهة نظره؟ يا اخي سيبه يا شيخ، مش دخلك فيه يعني، انت ايه اللي مدخلك فيه يعني؟ انت مالك وماله؟ هو حر يختار اللي هو عايزه، هو حر في حياته، حياته هو حر فيها، وانت حياتك وانت حر فيها، كل واحد له حياته ويعيشها زي ما هو عايز، ويسيب التاني في حاله وخلاص، ونفك الناس من شره وهو يفكك من شره، وانتوا تفكوا بعض من شر بعض، ونفتك.
كلمة نفتك دي هي أسهل كلمة في الحياة، وهي أبسط كلمة في الحياة، إنه كل واحد مع نفسه بعيد في الصحراء بتاعته وعايش مع نفسه ويترك التاني في حاله. أما بقى يجي كل يوم تتصلوا ببعض وتقعدوا تتناقشوا وتتجادلوا وهو يتكلم وانت تتكلم، وفي الآخر توصلوا إلى نقطة اللا عودة، أو توصلوا إلى يعني قمة المنحنى، خلاص ان العلاقة وصلت الى البيك بوينت، اعلى نقطة، وخلاص هتنقطع العلاقة. طب ما تنقطع من الاول ونخلص. انت شايف انه العلاقة دي فاشلة من الاول، هذه علاقة فاشلة، الو هذه علاقة فاشلة، خلاص ما تحاولش. مش بالعافي، يدوب ان انا عرفت افهم الناس ان التوافق مش بالعافي، يدوب ان انا عرفت افهم الناس انه التغيير مش بالعافي، يدوب انك عرفت تفهم الناس انه التقبل والقبول والامتزاج والتوافق والاخذ والعطاء مش بالعافية. ما فيش حاجة بالعافية، كل حاجة في الدنيا بالخناق، الا الجواز بالاتفاق والعلاقات بالاتفاق والحب بالاتفاق وايضا الجنس بالاتفاق وكل شيء بالتوافق والاتفاق. انما موضوع العافية والغصب والاغتصاب، يا اخي ما فيش حاجة بالغصب ولا في حاجة بالاغتصاب، ما ينفعش، ما ينفعش لا بالغصب ولا بالاغتصاب. انا مثلا لما اقعد اتناقش مع مواليد برج العذراء ما بنعرفش نتفاهم، يعني انا عشان اقعد اكلم واحد من برج العذراء دماغه مسطحه، دماغه عامله زي البلاستيك كده، شوف دماغه يمكن كيس البلاستيك اهم من دماغه، ما بحاولش اغير فيه شيء، لان انا عارف ان هو في دماغه فيها يعني مثلا انفاق ومغارات وابيار تحت الارض ومخابئ سريه وآبار بترول وآبار مية ويعني وصرف صحي كده، فما بحاولش أتناقش معاه كتير لأن أنا مش فضيله، أو لأن النقاش معاه هو نقاش عقيم لا يأتي بثمار، ولن يزيد ولن يزود ولن ينقص ولن ينقص ولن يفعل أي شيء في الحياة. فأنت بتختصر الوضع وبتسلك وبتقول له صح أنت صح أنت حلو وكبر دماغك. يقول لك أه أنت بتسلك لي، أيوه يا أخي بسلك لك، يا أخي بسلك لك لأن أنا مش فضيله، وبسلك لك لان انا مش رايق لك، وبسلك لك لانه الكلام معاك ملوش اي لازمه، وبسلك لك لان انا مش حابب اتناقش معاك، يا اخي بسلك لك لان انا مش طايقك يا شيخ، يلا سري لك اتكل على الله، يلا حاول تفهمه كده. يعني انت ما عرفتش تفهمه، قص الحته اللي انا قلتها دي وبعتها له، قول له يا بابا اتكل على الله مش فضيلك انا، مش رايقين لك احنا. فكل ما في الموضوع ان محاوله التغيير من الناس هي مضيعه للوقت، ومحاولة الدخول في يعني نقاش عميق ومن هو الصح ومن هو الخطأ ومن هو الذي على صواب ومن هو صاحب النظرة الثاقبة ومن هو ومن هو، كل ده عبارة عن مضيعة وقت. انت تقول اللي عندك وتتكل على الله، الزمن بقى هو اللي يثبت مين كان الصح ومين كان الغلط. المفروض ان اللي كان معاه الصح يفضل قاعد مكانه واثق في كلامه، ويجي الغلطان هو اللي يعترف ويقول والله انا كنت غلطان، لو ما جاش اعترف عادي في داهي عنه ما جه، يعني كلامه مش هيزود برضه وكلامه مش هينقص وشهادته لن تزيد ولن تنقص، وده الشيء اللي انت لازم تتعلمه في حياتك علشان ما تضيعش وقت وعلشان ما تضيعش عمرك وعلشان ما تضيعش طاقة على الفاضي. هي طاقة على مجهود على وقت على حرق الدم على حرقة أفكار على حرقة مشاعر على قصة طويلة أوي. وقد يكون شريك حياتك غير مؤهل أصلا للدخول في أي علاقة، لا معاك ولا مع غيرك، فأنت ليه بالعافية لازق في شريك حياتك؟ مفيش اللي هو اتفقنا على الاتفاق ده قبل كده، مفيش إلا شريك حياتك ده هو خلاص اللي خلق وما خلقش غيره، اتفقنا احنا في الموضوع ده. يعني شريك حياتك ده مش موجود منه لا نسخة واحدة بس، المصنع عمل نسخة واحدة وقفل خلاص شطب، ما ينفعش، يعني اعتقادات خاطئة. فانت كل ما في الموضوع طنش اي حد مختلف معاك في الافكار وسيبه في حاله وانت خليك في حالك، الا لو كنت عايز تتعلم شيء فانت بتضطر انك تسمع وتتناقش وتتقبل وتاخد وتدي. لو هتتعلم، لو هتتعلم غير كده لا، طالما انت عندك قناعات ومرتاح في حياتك يا شيخ، ايش يجبرك انك تروح تسمع من واحد من الابراج الترابيه؟ يعني مثلا انا شخصيا اهو عندي هيمنه هوائيه، ما ينفعش ابدا ان انا اخش في نقاش مع الترابيين ابدا 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 باي حال ولا باي شكل ولا باي اسلوب. النقاش معاهم هو مضيع لوقتي
وهو مضيع لوقتهم برضه، لان انا بصراحه الكلام اللي بيقولوه عمره ما دخل دماغي ولا عمره هيخش دماغي، ولا انا بحبه ولا بحب الكلام معاهم ولا شيء، بس كده بسلك لهم باخدهم على دعالهم يعني، او بس مجامله ليهم، او علشان ما اجرحهمش وما ازعلهمش. لكن في اخر النقاش وفي اخر الحلقه احب اقول لكل شخص مختلف معايا، مع نفسك وانا مع نفسي، وحل عن دماغي بمنتهى البساطه ليه الناس يعني لازقه في رقبه بعضيها بالعافيه وماسكه في رقبه بعضيها بالعافيه، والا انت تغيرني او انا اغيرك، او انت تقنعني او انا اقنعك. يا اخويا مش لازم، يا ابويا مش لازم، مش بالعافيه. هو القناعه مش بالعافيه، حلوه دي، مش بالعافيه يا ابوي. انت اقتنع باللي انت عايزه وانا اقتنع باللي انا عايزه، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. طب انت حلو وانا عاجبك وانت عاجبني، بس مفيش اختلاف فكري، او ما مش عارف، مفيش اتفاق فكري. طالما مفيش اتفاق فكري يبقى احنا هنعيش مع بعض على اساس ايه؟ على اساس ان هما جسدين عايشين مع بعض، ولا على اساس ان هي ارواح متحابه ولكنها غير متفاهمه يعني، ولا على اساس ايه بالظبط؟ على اساس انه مشي حالك. من الاخر كده يعني، لو مفيش تفاهم ولكن في حب، فالعلاقة دي علاقة مشي حالك، لان التفاهم المفروض ان هو يأتي قبل الحب، او التشابه الفكري المفروض ان هو يأتي قبل الحب. ده لو كان عندك كواكب في العذراء وفي الجوزاء، لان ده او دي بيوت عطارد، وبيوت عطارد هي اللي بتهتم بموضوع التوافق الفكري. اما لو مفيش توافق فكري في العلاقة خلاص بقى يعني، خلاص يعني كل واحد فيكم هيروح في حاله، او كل واحد فيكم هيروح في اتجاه، يعني هتفقد العلاقة يعني انتعاشها، وهتفقد العلاقة قيمتها، مع الوقت العلاقة هتبتدي تضعف، الروابط اللي بينكم هتبتدي تضعف، كل شيء بينكم هيبتدي يقل يقل يقل، وفي الاخر بيحدث الانفصال، لان الطاقة اللي كانت تغذي العلاقة او وقود العلاقة لم يكن كافيا. في علاقات لها وقود، في علاقات لها وقود، في علاقات لا، ما لهاش اي وقود، خلاص شوية كده وانتهى، شوية كده وانتهى. فانا بنصحك او بنصحك، ولو انت عايز تاخد النصيحة انت حر، مش عايز تاخدها برضو انت حر، انه ما تحاولش تتعب نفسك في علاقات ميتة، ولا تحاول احياء علاقات انت من جواك عارف ان هي علاقات ميتة. مش هتستفاد شيء الا بس ان انت تعب نفسك على الفاضي، ومغلب نفسك على الفاضي وبس. فبما يرضي الله، وبما يرضي الرسول، وبما يرضي المسلمين، حافظ على طاقتك وحافظ على نفسك وبس، ده اللي اقدر اقوله لك. حافظ على طاقتك وحافظ على نفسك وبس. هذا والله اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.